اليوم هو الذكرى 72 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، حدث ولا بدنا نتكلموا عليه هنا في صباحية دوزيام، وبالخصوص في الفقرة القانونية، ونعرفوا التأثير ديال هذا الحدث على النساء المغربية بالخصوص، النساء المغربيات بالخصوص الكل طبعا، مع الأستاذة خديجة الروقاني. مرحبا بكم معنا في صباحية اليوم. موعدنا كذلك مع فقرة أمومة، وضيفتنا اليوم هي الدكتورة زينب الحلوز. زينب صباح النور. صباح الخير سميرة. اليوم غادي نتكلموا على الأطفال. غادي نتكلموا على بكاء الرضيع خاصة من الولادة حتى لثلاث أشهر. ماشي ضروري يكون هذا البكاء متعلق بالكوليك أو الأوجاع الأمراض. ماشي ضروري. معنا اليوم كذلك وئام مقتاد، فقرة الأفكار أو النصائح اليومية. تقدمنا نصيحة جميلة جدا يمكن لكم أنتم تحققوها وتنجزوها في البيت ديالكم. الشيف الهادي محضر لنا جاتو بالليمون والحامض خالي من الجلوتين. معنا كذلك الجميله ليلى حديوي اللي غتقدم لنا عرض ازياء اكيد كل سيدات غادي يكون غيحمقوا عليه، وعرض ازياء ديال لي بيجو او المجوهرات. معنا كذلك ضيفه مميزه فقره التغذيه، معنا ايلانا شتريت، هي مختصه في علم التغذيه وكوتش سونتي. صباح الخير ايلانا. صباح الخير سميره. مرحبا بك. ميرسي بوكو. اليوم غادي نتكلموا على الديتوكس. لا ديتوكس هي مهمه ابري لي زيكسي اليمونتير، ني تناكلو بزاف مع عيد المولود، مع نويل، لي فيت دو فان داني، هادشي كله خاصنا نحيدو من الجسم ديالنا لي توكسين او السموم. والسموم جميله جدا. معنا كذلك اليوم غيزلان كوار، واللي هي غادي تكلمنا على الجديد في عالم لي زارجيل او لا الطين خاص بالتجميل. ليلى شويه غادي تقدم لنا مخرج سينمائي عنده الفيلم ديالو خرج في السينمات هذه الايامات. اكيد سميره صباح الخير. وصباح الخير لكم مشاهدينا اللي ان شاء الله في فقره نجوم ونجوم غادي يكون حاضر معنا، ولي اول مره في صباحيه دوزيام مخرج سينمائي اللي غادي يتم العرض ديال اول عمل سينمائي ديالو بالقاعات السينمائيه المغربيه سعيد خلاف، والعمل سميته مسافه تأميل. الكل بعد الفقره القانونيه والاستاذه خديجه الروقاني، خليكم معنا. ربع 140 هو عدد الحاملات لصفة مقاومة من النساء المغربيات. صباح الخير أستاذة خديجة الروقاني. صباح النور سميرة. فعلا هذا رقم صحيح اللي تكلمت عليه المندوبية السامية للتخطيط والأعضاء ديال الجيش التحرير، واللي هو في الحقيقة من جهة يعكس يعني المساهمة الفعالة ديال النساء باش يجيبوا الاستقلال للبلاد، وكذلك هو عدد ديال المقاومات بطريقة مباشرة. ولكن المقاومات يعني اللي كانوا بطريقة غير مباشرة اللي كيقدموا خدمات الجيش التحرير او شكل من الاشكال ديال العمل اللي ما يمكنش ما ندرجوش ديال المقاومة، هو يقدر بالالاف بطبيعة الحال. اكيد ف يعني المشاركة الفعلية ديال السيدات المغربيات في المقاومة وفي التحرير البلاد لا نقاش فيه. اليوم بغينا نتعرفوا عليك، على تعرفوا معاك على التأثير ديال الاستقلال اللي جابوا الاستقلال لفائدة السيدات المغربيات. هو قبل ذلك يعني بغيت نذكر بعض الرموز يعني النسائيه اللي بينا في اللي بانت في هذا المجال ديال المقاومه. مثلا ما يمكنش نتكلموا على السيده مليكه الفاسي اللي هي من المراه الوحيده اللي كانت من الموقعات على والموقعين على الوثيقه ديال المطالبه بالاستقلال، وثيقه تاريخيه وهي تدرس حاليا واللي عندها يعني معنى سياسي، واللي هي درس في التاريخ ديال المغرب وفي الهويه ديال المغرب وفي الاستقلال ديال المغرب. كذلك رموز اخرى من ضمنهم نساء، مثلا مؤخرا واحد الكتاب جديد صدر ديال مولاي عبد السلام الجبلي اللي هو من المؤسسين ديال المقاومه واللي اشتغل الى جانب المرحوم عبد الله ابراهيم ومحمد الزرقطوني، واللي كيتكلم على الدور ديال النساء يعني في المقاومه، واللي ذكر المثال ديال واحد السيده والدور ديالهم في تهريب السجناء، يعني المقاومين اللي كانوا كيتعتقلوا كيتسجنوا من طرف المستعمرين، وكيفاش انهم كانوا كيساعدوا باش انهم يهربوهم من السجن. فتكلم على حالة ديال السيده اللي دخلت للسجن مع طفل وعطات اللباس ديالها لاحد المقاومين اللي كان معتقل في السجن، ولبس اللباس ديالها وحمل الطفل
باش انه يعني هرباتو من السجن. كذلك الادوار ديال انهم كانوا كيحملوا السلاح وكانوا كيديوه، لان غالبا المستعمر ما كانش كيتجرأ على امراه مغربيه باش يوقفها او يفتشها الى غير ذلك. ما خلاو فين هربوه، يعني في اللباس ديالهم، في المواعن اللي كانوا كيشتغلوا بهم ديال الكوزينه، كانوا كيساهموا في صنع القنابل، يعني كان عندهم واحد الدور كبير في المنشورات ايضا، بالاضافه للاعمال اللي كانوا كيقوموا بها. يعني هما اللي كان دابا هذا عمل معترف به وكديروا شركات ديال تنظيم اجتماعات، فما بالك في ذاك الوقيته اللي كانت كدار يعني بشكل سري. صحيح. ايضا ما يمكنش ما نتكلموش، يعني بغيتي تقولي استاذه خديجه الروكاني، يعني المقاومات راه ما كانوش غير اللي تيهزوا السلاح وتيخرجوا، طبعا المقاومات كانوا في الخفاء كذلك، كانوا تيعاونوا وراء الستار، واللي كانوا حملوا السلاح ممكن نذكروا توريا الشاوي. يعني توريا الشاوي اللي كانت من المقاومات اللي ساهموا بشكل مباشر يعني في النادي الاستقلال، واللي كانت تعتقلت على ما اظن سنه 1944 فاس، لانها كانت ساهمت في الاحداث انذاك، وكانت تهمت بان تعتقلت في السن ديال 6 سنوات، وكانت تهمت بانها كتحرض التلامذ على يعني باش ما يدخلوش المدرسه ضدا في المستعمر. يعني هذا موضوع طويل استاذه خديجه، غير يعني غير نتكلموا على يعني التاثير ديال الاستقلال. دابا شنو كسبنا احنا كسيدات مغربيات؟ اللي كسبنا كسيدات ان كانوا نساء من هذا الجيل الاول واللي استمروا في النضال. كانت امي فامه وكنا سبق وتكلمنا عليها، فهذا اللي كانت فضلات انها تمشي مع المقاومه وتحمل السلاح على الزواج، واللي كانت هربات يوم الزواج ديالها، يعني نهار ديال العرس ديالها هربات وبقات ما تزوجاتش يعني حتى توفات. من بعد بقاو رموز ديال النساء من جيل اخر، من جيل ما بعد يعني الاستقلال، واللي اشتغلوا يعني في العديد ديال المجالات. شنو هو التاثير ديال حصول المغرب على الاستقلال؟ اول تاثير كنشهدوه في المجال ديال التعليم، بحيث انه يعني طلعات النسبه ديال الفتيات اللي كيولجوا التعليم والمحاربه ديال الاميه ديالهم، بحيث ان من يعني 80 و90% واكثر من هذه النسبه انخفضت هذه النسبه بشكل كبير. صحيح باقى الاميه متفشيه في صفوف النساء، ولكن ما لها علاقه مع ما قبل الاستقلال، ما عندهاش علاقه في الايام فاش كان المغرب يعني مستعمر. تاثير ديال التعليم وارتفاع نسبه التعليم انعكست على الشغل، يعني الكثير من النساء اللي كيشتغلوا تبارك الله، كيشتغلوا اكيد مغربيات، هالطبيبه يعني الاعلاميه، هالكوتش، وكذلك الناس اللي ورا البلاطو، يعني أكيد. جيوش الخفاء كيف ما كانوا يعني جنديات مجهولات في المقاومه، واللي في حقها ما تنصفوش ما تعطاهمش الحق ديالهم، على اي فضلهم احنا اليوم في هذه المرتبه، وكاين نساء اخرينات يعني في مراتب اخرى. اذا تكلمت على الشغل، كنا كنعرفوا في العديد من الحلقات الصباحيه الدوزام شفنا النسبه ديال النساء اللي كيشتغلوا في كافه المجالات، في الوظيفه العموميه، في المهن الحره، وتبارك الله يعني شحال ديال النساء اللي استضفنا، يعني طبيبات، موثقات، في العديد من المجالات استضفتهم الصباحيه الدوزام، كذلك في العمل السياسي واللي هما بارز وفاعلات في الاحزاب السياسيه والان في البرلمان وتيقاوموا، يعني في البرلمان ووزيرات، وكذلك ما يمكنش، وايضا مستشارات يعني للملك، يعني اعلى مرتبه ممكن ان توصل لها او تكون فيها امراه مغربيه. تماما. وبالتالي ما يمكنش لنا في هذه المناسبه ما نذكروش المرحومه زليخة نصري والعمل اللي قامت به والنضال اللي قامت به ويعني الخدمات، انها تكون مستشاره الملك، صافي صافي هذه تتبين على المرتبه اللي وصلت فيها المراه في المغرب، واللي كانت ما كتقلبش على الواجهه صراحه، يعني كتشتغل يعني في الخفاء. ايضا فاطمه المرنيسي اللي ما يمكنش ما نذكروهاش، متى هي غادرتنا في الاواخر ديال سنه 2015، واللي معترف بها فكريا على مستوى دولي، وهذاك الفكر ديالها اللي كان شمعه اللي ضوات الطريق العديد من المغربيات اللي كيشتغلوا. كذلك إذا سمحتي لي سميرة، ما يمكنش نوقفوا على جميع التأثيرات في كافة المجالات ديال النيل ديال الاستقلال. كان تأثير تقريبا جل المجالات، في كافة المجالات، أي مجال بغيتي أنك تذكريه إلا وكان فيه تأثير يعني ديال هذا. ولكن إذا سمحتي لي يعني مازال النساء الآن كيشتغلوا، وإلا كان شي وقوف خاصنا نديره حاليا للنساء،
خصنا نديروه النساء اللي في العمل السياسي واللي في العمل النسائي والعمل الجمعوي. والعمل الجمعوي بطبيعة الحال العمل الجمعوي، وبالتالي يعني كاين بعض الرموز اللي ضروري انها على سبيل المثال، على سبيل المثال فقط، ما يمكنش ما نذكروش يعني عيشة بالعربي اللي كانت عندها العديد من المهام الدبلوماسية، ربيع الناصري، أمين المريني، نجاة الرازي، نجاة إخليش، فوزية السولي، خديجة مفيد. تحية تقدير واحترام لكل هاد السيدات هادو، طبعا السيدات يعني المناضلات الله يذكرهم بالخير، كانوا باقيين على الحياة أو لا الله يرحمهم لكانوا توفوا، شكرا لهم لأن بفضلهم كيف ما قلتي وصلنا الصفة اللي احنا فيها كنا من كل وحدة من الموقع ديالها. تحية لهم. شو الله مشاهدينا اللي سمحتوا للفقره المواليه فقره نصائح اليوم، وضيفتنا اليوم هي وئام مقتد. شكرا لك استاذه خديجه. شكرا لك سمير. كيف ما وعدناكم معنا وئام مقتد لفكره اليوم. وئام مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا. انجن مامون مولوعه بالاعمال اليدويه بالفعل. عندك ان بلوغ، هذا الشيء باش تعرفنا عليك في الانترنت. بالفعل. هذه علاش هذا البلوغ؟ البلوغ سميتو بلومي كوغان، تنهضر فيه على حياتي اليوميه، اي حاجه تنديرها في حياتي اليوميه ديالي، في هذا الشيء اللي تعجبني، تقدر تكون اللبس، الديكور، الكوزينه، شو تنطيب، اي حاجه متعلقه بالسافرت ولا اي حاجه تنهضر عليها حياتي اليوميه. بلوم اي كوغون، يعني ريشه وتاج، يعني مستوحيه من الستيل بوهيم، ستيل انديا ديال. خلينا نشوف هادشي اللي لابسه. وئام، انت مولوعه بالاعمال اليدويه وبالافكار وبالفن وبشيني وسي يعني تمشي للقديم، تمشي لاي حاجه قديمه تنجيبها تنوم، تعطي حياه جديده، تعطي حياه جديده، وتعجبني كاع داكشي اللي كان في زمان قديم، في زمان والدينا، فكاع داكشي اللي كانت يديروه، حتى طريقه العيش ديالهم كتعجبني. صحيح. حتى انا كيفاش كانوا كيعيشوا، كيعجبني كيفاش الطريقه، كيفاش بلا ستريس، بلا هذا الجري اللي حنا فيه دابا. صحيح. فريمون كنتعيشوا. الفكره اللي غتعطينا اليوم سي بور ديستريسي اوسي. ديستريسي تقدروا ديروها حتى مع وليداتكم الصغار، ماشي مشكل اللي غادي تعجبهم بزاف. الفكره هي عندي دابا مخده صغيره اللي ما غاديش نخليها سامبل، غادي نزوقها برسم اللي غادي نستعمل فيه لا تكنيك ديال البوشوار. هذه مصوبه ديجا؟ هذه مصوبه ديجا، انا اللي درت هذه لا تكنيك، هذا الرسم هذا. يعني الرسومات اللي اي واحد يقدر يديرها؟ اي واحد، يعني ماشي خصنا نكونوا اسف. كاين ناس اللي عجز عليهم الرسم غادي يديروا الرسم ديالهم، اللي ما عندهمش بزاف مع الديسان ما كيعرفوش يرسموا، يقدر ياخذوا رسم من الانترنت ويخدموا عليه. غتورينا الطريقه؟ نوريكم اولا الطريقه كيفاش غادي نصايب الرسم ديالي لو بوشوار. فانا خديت ديجا الرسم هذا صايبته انا، رسمته، ولا تقدروا تاخذوا اي رسم كي قلت من تعجبكم. انا اخذوا هذا الورق الشفاف بلاستيكي. علاش اخترت بلاستيكي ما اخترتش ورق عادي؟ حيت ملي عندي الصباغه الورق كيشرب الصباغه وغادي يعوج، غادي يخلي الصباغه تخرج لي من القناة، هذا تيبقى قابط كيبقى شاد مع الصباغه، ما تيطر والو. اول حاجه غادي ندير، غادي ناخذ الديسان ديالي وغادي نفيكسيه فوق من هذا لاتر، باش ما فاش نكون كنرسم، حيت غادي نعاود هاد لو ديسان غادي نعاودو بهاد لو ستيلو بيرمانون اللي ما كيتمسحش من فوق من هاد البلاستيك. موجود، كاين موجود في كاع المكتبات، كنقدروا نلقاو هاد المتايا كله، كنلقاو في المكتبات. ما غاليش؟ ما غاليش، يعني في المتناول ديال الجميع. انا تنتاكد القضيه. واضح. دونك تنعاود الرسم. تنعاود الرسم ديالي، كناخذ غير الاماكن اللي ما تناخذش الرسم كامل، حيت هاد البلايص هما اللي غادي نقطعهم، غادي يديروا لي بحال فراغ فين غادي تجي الصباغه تحط. كداك. هاد في هاد الشكل غادي ناخذ هاد لو ديسان. غير الخويات. الخويات اللي غادي نقطعهم من بعد. باش نقطعهم بان كوتور. دونك انا ما نطولش لكم، عندي واحد ديجا مصيب، فوالا هذا اللي نوريكم كيفاش غادي نقطعو. انا اختاريت كنقدروا نقطعوه بان كوتور اللي كاين عند كلشي، سينو كنستعملوا هذا ان سكالبيل، كيكون عنده هذا الراس ديالو مقمقم بزاف، كيخلينا نتحكموا فيه اكثر، ودير بحال ستيلو. كنتحكموا فيه وحتى في البريسيجن اكثر. بالطبع. اذا غادي نقطعوا هكا، سينو نقدروا نستعملوا لو كوتور وميستاره الا بغينا داكشي يكون محدق. اذا كان عندكم هنا حتى غادي نستعمل دي فورم شويه دايرين. احسن يكون هذا. انا ما بغيتش نوريكم التوتوريال. ماشي مشكلة. فوالا.
طبعا تكون شي حاجه قاصحه اللي غادي نقطعوا عليها باش ما نقطعوش فوق من لاباب ديراكت نخسروها. كنستعملوا شي حاجه تقدر تاخذوا غير مجله قديمه ونقطعوا فوق منها ماشي مشكل. اذا كنقطعوا بحال هكا، انا من بعد عندي هذا ديجا صيبته كنوريو الكاميرا فوالا فوالا، قطعت كاع هاد الاماكن الفارغه اللي عندي باش من بعد هي اللي غادي تطبع لينا الرسم ديالنا بحال هذا، بحال قلنا فن الطبع فن الطبع. غادي نطبعوا شي حاجه اللي ديجا مرسومه. غادي ناخذ الثوب ديالنا دابا ياك. انا خديت ديجا مخده تقدروا تشريوها ديجا مصيبه. كنديروا الكارطون لداخل علاش باش ما تبعش لنا صباغه في الجهه الاخرى، الجهه الاخرى ديال الكتيه غير من جهه واحده. جميل، نقدروا نطبعوا الاسم ديالنا، نقدروا فوالا نقدروا نقدروا نكتبوا في الاورديناتور، نقدروا نكتبوا اي جمله كتعجبنا ولا سميه ديال شي واحد اللي نقدروا نهديوا ليه هذه المخده هذه، يكون انتي كادو. اها علاش لا، باقل الاثمان ولكن مصوب لي ديدات. بالفعل كيبقى ديما هذاك العمل اليدوي ديما عندك لمسه شخصيه كتبقى قيمه اكبر، واخا كيجونا فيه دي بتي ديفو كيكونوا بعض العيوب صغيره ولكن هادشي هو اللي كيدير الجماليه ديال العمل اليدوي. صحيح دونك انت مختصه في البلوك ديالك يعني يعني متفرغه للبلوك ديالك، مثلا عندك شي شغل اخر من غيره؟ لا انا كنخدم دابا على مجموعه ديال المخدات اللي كنصايبهم بيدي، من بينهم هما هذاك الموديل اللي وريتكم ديجا. دونك هذا هو المشروع اللي خدامه فيه، هذا هو المشروع اللي خدامه فيه بجانب البلوك ديالي اللي هو غير نافذه على نقولوا على ستيل ديال الحياه ديالي. وفي نفس الوقت فانا كنخدم على لا كوليكسيون اللي هي كن ماشي مشكل لا كوليكسيون ديالك اللي غادي تخرجيها للسوق قريبا ان شاء الله. هي نيت غادي تكون في معروضه للبيع حتى في البلوك ديالي في ان تي كوان اللي ان اي شوب دابا اللي ولات تري دوندونس سي لي اي شوب يعني المواقع. لا انا عرفتي انا هذا الموقع ديالك شهيتيني ندخل ليه لو بلو تو بوسيبل. واش عندك فولورز بزاف؟ عندك ناس متبعينك بزاف؟ لحد الان عندي عدد محدود يعني فوتي تزايدوا غادي نوتي تزايدوا. لا من بعد صباحيات اكيد غادي يكثروا ان شاء الله. اكيد منهم انا بعدا ان شاء الله. ان شاء الله. اذا قلتي بلوم اي بلوم اي كوغان بلوم اي كوغان ريشه وتاج ريشه وتاج فوالا. دونك خديت هاد اختاريت ثلاثه اللوينات اللي غادي نديرها لكل رسم كل واحده ندير ليه لون. اذا هاد الصباغه تنخلطها قبل صباغه ديال التكستيل ديال الثوب راه تتباع في المكتبات فوالا خاصه بالثوب. اختاريت انا مات باش تعطيني ان افي نوتر، كاينه بلي بايات وكاينه كتبري، انا اختاريت هادي مات. كنخلطوها قبل ناخذ غير شويه ناخذ حتى اللون الخضر. عرفتي الدراري الصغار يحماقوا على هذه العمليه فوالا هادشي اللي قلت. تقدر دير لنا حتى دي زاتولي ان شاء الله. ان شاء الله الوليدات عندي بزاف ديال الافكار في هذا الاتجاه اتجاه الاطفال الصغار. فهما اللي تعجبهم بزاف هما اللي كيهتموا بزاف بالاعمال اليدويه احسن لهم من الالعاب الفيديو ولا الانترنت. تماما متفقه فاش كينمي المخيله ديالهم كينمي الابتكار ديالهم. صحيح متفقه معاك وما احوجنا لهذه الافكار هذه لان للاسف الدراري الصغار ولاو تيبعدوا على هذا الشيء. منين جبتي لي بوشوار؟ لي زيبونج لي زيبونج حتى هما كيتباعوا. فين غادي نمشيو؟ فين غادي نمشيو نشريو الصباغه؟ غنلقاو حتى هادو يعني خصنا غير نسولهم نقول لهم لي بونج اللي خاصين بالبوشوار. دونك غادي ناخذ الصباغه في الاول غادي نهز كميه كافيه كبيره يعني انا لي بونش تتفون ياك فوالا. ومن بعد غادي نحيد هذاك الزائد ديال الصباغه باش ناخذ غير التكنيك مهمه وي انا الزائد نحيد الزائد كيبقى عندي غير الكميه الخاصه. اذا كيفاش كنرسم غير كنضرب هكا غير شويه ما خاصنيش نمشي هكا ولا هكا خاصني غير من الفوق تابوتي بحال هكا تابوتي غير بشويه وكنحاول نعمر كاع البلايص اللي بعث لي شي بلاصه باقا خاويه كنعمرها. فوالا خاصني شويه صباغه نعاود ناخذ في نفس الوقت كنحيد الزائد تري بيان فوالا وكنحاول نعمر كاع البلايصات اللي بانت لي شي بلاصه باقا خاويه كنعاود ندير فيها الصباغه. لا بعد باش عرفنا الاهميه ديال هذا الورق الشفاف. فوالا كون كان الورق عادي كان غادي يشرب لي الصباغه وغادي ديفورمات كلشي سور بلاس.
غادي ناخذ اللون الثاني اللي هو اللون خضر، نفس العمليه، نحيد الزائد ديال الصباغه وكنضرب هكا غير بشويه. فهي سهله جدا، وانت الصباغه هي الفكره هي اللي مميزه، راه كلشي سهل معايا. خاصة نفكروا في هذه القضية. فوالا نفكروا، لأن هذه كتستعمل ماشي غير في المخدات، حتى في نقدروا سريبتات، نقدروا سريبتات نقدروا نشخصوهم نديروا لي زينيسيال نقدروا. يعني هذه فكرة كتقدر تستعمل في أي حاجة، في الحوايج لي تيشيرت عاديين، إلا كان أن تيشيرت سامبل بغينا نشخصوه نمشي رسم تيعجبنا ولا حروف ولا أي حاجة. وصلنا اختيارك ديال الالوان زوينه ويام تبارك الله عليك. في الوان نقولوا ربيعيه كتعطي في البرد اللي حنا فيه، نقدروا شويه نصبر الربيع اللي جاي. تماما سمعت بيه ليك. هاد الصباغه باش تشد فوق الثوب باش خاصها فوالا، ما خاصناش نخليوها هكا، ضروري ما كيف مكتوب على الصباغه تيقولنا خاصنا نصلحوها، نديرو فوق منها الحداده مده 4 دقائق وحنا تنفيكسيوها، ومن بعد تنخشيوها في الماكينه التصبين، كنخليوها تتبن في درجه الحراره ديال 40 درجه. سي جولي صافي بالصحه. فوالا غنخلي هذا ينشف، عندي واحد اخر اللي ديجا مصايب باش نوريكم كيفاش غنفيكسيو الصباغه. حيت خاصو ينشف في الهواء الطلق بيضا ياك، ينشف في الهواء الطلق، خليوها حتى تنشف على خاطرها، نعطيوها واحد الساعه ساعتين تنشف على خاطرها، باش فاش ندوزو المصلوح من الفوق ما تديش لنا الصباغه بالسخونيه. انا عندي المصلوح ديجا سخون على 3 مقيطات، يعني الحراره عاليه، وكنجي خاصها تكون عاليه، خاصها تكون عاليه في 3 مقيطات. خلي المصلوح صغير. اكسلون. دونك هكا كنصلحو. وفاش تتسبن ما تتحيدش؟ لا ما تتحيدش، تنصبنوها المره الاولى في درجه ديال 40 درجه، ومن بعد نقدروا نستعملوها كصباغه عاديه، ما كنبقاوش كنحسوا بلي راه حنا اللي درناها بحال اي حاجه شريناها. نقدروا نشوفوا هذه المخدة هذه. فوالا كنفيكسيوها هكا، كنبقاو في كل رسمه 4 دقائق باش كتفيكسي. اكسيلون. وزدتي كملتي عليها بهاد لي بومبون. يعني الا بغيتو تشريو دي كوسان ديجا مصايبين معاديين، ولا تقدروا تصايبهم بوحدكم الا كنتو كتزيد عليكم الخياطه. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. متشوقين نشوفوك مره اخرى بافكار جديده. ان شاء الله. شكرا. وحنا غادي نتبعوك في البلوك ديالك بلوم ايكوبان ان شاء الله، وجينا بافكار اخرى ان شاء الله. نتلاقاو يوم الاربعاء ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك على تلبيه الدعوه. صباحيه الدزم. اللحظه غادي نمشيو ونكملوا حلقه اليوم، هذه المره مع الدكتوره زينب الحلو، فقره امومه. كما وعدناكم في فقرة أمومة اليوم غادي نتكلموا على بكاء الأطفال أو الرضاع من 0 حتى 3 شهور. دائما نقارنوا هاد البكاء هذا بالأوجاع أو الأمغاص اللي تنسميهم ليكوليك، ماشي دائما ليكوليك هما السبب، لا دكتورة؟ بالفعل البكاء عند الرضيع من الولادة حتى 3 أشهر ماشي ديما تيكون مرتبط بالأوجاع بالوجيعات اللي تيجيو في هذه الفترة، كاين أسباب عديدة. واللي غادي نفسر للامهات، اول حاجه ان الرضيع كيقدر يبكي بصفه عاديه حتى لساعتين في اليوم، يعني ماشي هي تتكون ساعتين متبعه، ولكن الا درنا المجموع في اليوم كله كنلقاو ان الرضيع كيقدر يبكي حتى لساعتين عادي. في اليوم عادي، الرضع كلهم كيبكيو بحال هكذا، ولكن من بعد مرات اكثريه الا كان هذا اول مولود الام ما تتعرفش تصرف، وكي البكاء ديال الرضيع ديالها كيكون مصدر ديال الخوف والقلق، ما تتعرفش الرضيع ديالها شنو عنده وما تعرفش شنو دير ليه وشنو دير له باش تهدئه وتخليه يرتاح. يعني في هذه النقطه هذه غادي نعطيوها نصائح باش تقدر تطبقها مع الرضيع ديالها. قبل النصائح دكتوره يا ريت يعني ديرنا جوله للاسباب اللي ممكن تكون هي اللي وراء هذا البكاء هذا من غير طبيعي. طبعا بطبيعه الحال هو هذا البكاء راه تيكون طبيعي بحال اللي قلنا، الا كان مصاحب باعراض وحده اخرى، ان هذه مهمه ديكشي علاش غنقولها في الاول، لازم استشاره طبيه. الا كان هذا البكاء معاه ارتفاع في درجات الحراره، الا كان معاه قبط، الا كان معاه تقيؤ، الا كان واحد البكاء مفرط،
هذا خصو استشاره طبيه والام تمشي لعند طبيب الاطفال باش يشوف شنو المشكل اللي كاين. ما ملي تيكون هذا البكاء عادي فهو خص الام تلقى تلاحظ وقتاش الرضيع ديالها تيبكي، واش كيبكي مباشره بعد الرضاعه، واش عنده علاقه مع الاكل، واش تيبكي اليوم كله ولا في اخر اليوم، حيت التوقيت ديال البكاء حتى هو مهم. كاينين واحد الاسباب اللي تلقاوها في الليل في اخر اليوم، وكاين اللي عندها علاقه من بعد الماكله، من بعد الاكل، من بعد الرضاعه ديالو. يعني الا لاحظات فهي تقدر تبدا تفهم هاد البكاء وقتاش كيجي وتعرف شنو ندير باش تخليه يرتاح. هادي اللي بغينا نعرفوا معك دكتوره، شنو نديروا؟ لان جوج السيدات الله يحس العوان، وحنا اكيد حنا كيكونوا دازوا من هاد المرحله، فشنو ممكن نديروا باش نواسيوا هاد الاطفال الصغار؟ اول حاجه هما عندنا واحد الخمسه النقط الام تحاول ديما تتبعهم نقطه بنقطه باش يكون تعرف بالضبط شنو كاين عند الرضيع ديالها. اول حاجه وهذه حاجه عاديه، غادي تشوف فيه الجوع، واش باغي مازال يرضع. علاش؟ لان الرضيع في الاول المعده ديالو صغيره بزاف، كتعمر دغيا وكتخوى دغيا، يعني ديك الشيء علاش كيطلب يرضع بزاف في الايام الاولى ديال من بعد الولاده. الوحيده باش يطلب انه ياكل البكاء. هي البكاء. هذه الاولى. هذه الاولى غادي تجرب، شافتو رضع يعني راه فيه الجوع، شافتو لا ما كانش باغي يرضع يعني ماشي هذا، وما تبقاش تحكر عليه، تشوف واش هذا. النقطه الثانيه تشوف لاكوش ديالو واش فيها شي حاجه ولا لا، لان هنا نعاود نفسر واحد الحاجه. الا كان الرضيع تاي عنده رضاعه طبيعيه يمكن له مباشره بعد الرضاعه يدير الخروج وكيعمر لاكوش، وهذا الشيء يقدر يقلق لي بيبي. يعني والام في الاول ما كتكونش تعرف بان راه يمكن يدير بزاف د المرات وبصفه عاديه، الوغ تقلب لاكوش. لاكوش ما تكونش مزيره عليه اللي تخليه يكون جيني مزير، هذه مهمه هي. النقطة الثالثة تشوف واش ما فيهش البرد ولا بالعكس يكون سخون بزاف. كاينين واحد دي بيبي اللي ما كيتحملوش ديك الإحساس ديال البرد، والأم كتلاحظها غير تكون كتبدل له الحويجات ديالو ولا كتبدل له لاكوش ديالو تيبدا يبكي. هذه هتفهم بأن ما تيتحملش البرد. والعكس صحيح. والعكس صحيح، يعني إلا كان ما تيتحملش البرد تولي تتبدل له دغيا بالزربة كو ساسوا لاكوش، إلا كانوا الحويجات تسخنهم قبل ما تلبسهم له باش كيحس هو بالدفع. من بعد المرات كيكون لابس بزاف، هنا تنصح الامهات لو بيبي كيكون لابس بحال الام زائد طبقه واحده ديال الملابس. هذه فاش عمليه جدا حنا بحالو نزيدوا عليها طبقه واحده ديال الملابس، ماشي يكون لابس بزاف. من بعد المرات الا كان لابس بزاف تيكون ضايق، نحترموا هذه القضيه. هذه النقطه الرابعه وهنا مهمه وفيها بزاف النصائح. المواليد تيكونوا محتاجين في الاول واحد لو كونتاكت فيزيك مع الام بزاف، كيكونوا محتاجين دي كالان. يعني ما خصهاش تحرم البيبي ديالها من هاد لي كالاو. حيت لاحظنا على الموضه دابا ولات دكتوره زينب الحلو بان تيقول لك لا خاصو خليه يبكي، خليه باش يتعلم، خلاه ما نهزوش. صح، هادي ما تعلموش الا هزيتي غتولفوا الهزان، ما ديرلوش بحال هكذا. هادي بالفعل كانوا تيقولوها من قبل ولكن ولاو كيرجعوا فيها حاليا. لان سورتو في الاسابيع الاولى من بعد الولاده فعلا المولود كيكون محتاج لديك اللمسات، وما غاديش يتعلم لنا اليدين. تطمئنوا كطمئنو، كيحس بالاطمئنان، كيحس انه اون سيكوريتي. شوف المولود 9 شهور كامله هو في البطن ديال الام، داخل معاها كان كيسمع دقات القلب ديالها، كان كيسمع الامعاء تتشتغل، كان مولف دائما مع ماما، هي تتمشى هو كيتهز معاها في المشي ديالها. يعني هو محتاج ديك الوقت انها تهزو، ديرو قريب ليها في الصدر ديالها، غادي يسمع دقات القلب ديالها، غادي يرتاح. غادي تهزو تمشى به، ديك المشي غادي يجيه بحال ديك الاحساس اللي كان عنده في البطن ديال الام ديالو وهي كتمشى به. حنا من بعد المرات كنقولوا بصفه عاديه تاخذ ثوب ودير البيبي ديالها معاه وتحملو في القدام وتمشى به، فهي في المنزل ديالها، مشات لهاد الغرفه تديه معاها، مشات للصالون ديه معاها وهي حامله بحال هكذا، ديك الحركات كتهدؤ وديك المشي وديك الهز، وتيقدر ينعس بحال
بحال هكذا وما تخافش، بالعكس هذا واحد منبع ديال الاطمئنان. وكاين واحد الحاجه واحدة اخرى كانت كدار شحال هذه ولينا تنعرفوا الفائده ديالها، هي التقماط لي مايو تاج، حتى هو كيقدر يفيد بعض المواليد. كنا قدمنا في صباحيه الدوزام الكيفيه ديال الطريقه ديال التقماط. دابا ولا كاين واحد الثوب ساهل تيتشرى كيدار، هو هذاك الثوب منين كنديرو كنقمطو به لو بيبي كيخليه يحس بحال الشكل اللي كان فيه في قلب البطن ديال الام، يعني كان في واحد البلاصه تتحيط به ما كتخليهش يحس بالفضاء كبير في حوله. وهما في هذا السن هذا تيكون عندهم واحد الحركات لا اراديه يقدروا يتخلعوا بها، يعني ديك الشيء علاش منين تنقمطوهم ما تيبقاوش يتخلعوا بالحركات ديال اليدين ديالهم. كاينه هذه من جهه، كاين تقدر دير له دي ماساج باش تقدر تهدئو وهذا تعطيه حمام كيقدر يسترخي المولود في هذا. كاين واحد النصيحه واحده اخرى هو هي الخامسة من بعد المرات، لأن هي كانت معها في البطن بحال اللي قلت كتسمع كيسمع الأمعاء ديالها تتحرك وكاين واحد الصوت دائما، يعني المولود راه ما كيبغيش السكات 100%، خص يكون بحال أن بغوي دو فون شوية بعيد عليه. من بعد المرات كنمشيو تنقولوا حتى تخدم السيشوار ولا لاسبيراتور يكون شوية بعيد، هذاك الصوت ملي كيوصل للبيبي كيقدر يهدئ. وهم تيعجبهم السيارات الطوموبيل هذيك هي الصوت والطوموبيل فيها حتى الهزات ديال المشي ديال الام حتى هي كتتهدن. ومن بعد المرات ملي تيجي في اخر الليل ديك البكاء ديال اخر الليل، هي هذيك من بعد المولود ما تيقدرش يلقى النوم بالزربه، الام خصها تعاونو باش يلقى النوم ديالو بالتغني له بالهدوء بمكان هادئ. الام الا تبعت هذه المراحل كلها غادي تقدر تلقى كيفاش تهدئ المولود ديالها، والا قبلات ان لو بيبي يقدر يبكي ويلا عيات تحاول يعاونها شي حد وتعرف ان هذه المرحله غير دايزه، ان شاء الله كل شيء غادي يدوز في هذا الوقت. كنشكرك بزاف دكتوره زينب الحلو على كل هذه النصائح العمليه جدا جدا، باكيد غادي تنفع كل السيدات النساء الجدد النساء ديال المستقبل ان شاء الله ياخذوها في عين الاعتبار. اكيد ان كل سيده باش تقدر دير هذا الشيء كامل خاص تكون في لياقه بدنيه وعقليه مرتفعه ياك حتى النفسيه طبعا. لكل هذا مستضفين لكم اليوم إيلانا شتريت مدربه او كوتش سونتي اخصائيه في علم التغذيه، غتكلمنا على الديتوكس، خليكم معنا. اذا إيلانا في التقديم ديالي قلت كوتش سبورتي ولكن انت كوتش سبورتي كوتش سونتي ونيوتريسيونيست ياك اخصائيه في علم التغذيه، مرحبا بك على اي. مرحبا بك وصباح الخير. صباح الخير سميرة، ميرسي بوكو دو مو ريسيفوار. العفو العفو، مرحبا بك. اذا اليوم غادي نتكلموا على الديتوكس، تنسمعوا عليها كثير خصوصا في هذه الايامات الاخرى هذه وبدايه السنه، تنقراوا عليها كثير، فبغيناك تعرفينا انت الاخصائيه في الميدان بهالديتوكس، شنو هو الديتوكس؟ الديتوكس هي غنحيدوا من الجسم ديالنا السموم، هما لي توكسين اللي كاينين بحال لي برودوي شيميك لي بيستيسيد اللي كاينين في الخضره في الفواكه. اكيد حنا تنتكلموا عليهم في التغذيه بزاف، انا يعني تنخوفوا بزاف من هاد المواد الكيميائيه اللي تتكون في الخضره والفواكه. واش كاينه شي طريقه باش نديروا هاد الديتوكس، يعني تنسمعوا تصفيه الجسم تنقيه الجسم نحيدوا السموم، كيفاش غنحيدوا هاد السموم؟ اولا غناكلوا بزاف ديال الخضر والفواكه، الخضره والفواكه، واللي عنده لي زاليرجي بحال حساسيات غنحاولوا في هاد الاسبوع ديال لا ديتوكس نحيدوا لو غلوتين، هي لا بروتيين اليرجيك ديال القمح. ديال القمح هي الوصفه اللي مقدم لنا الشيف الهادي بعد قليل، دونك ساتون تري تري بيان تري بيان تري بيان. دونك قلتي اسبوع ديال ديتوكس، علاش اسبوع؟ اسبوع غنحيدوا فيه هاد لو غلوتين اللي هو اليرجيزون، غنحيدوا لو لاكتوز تا هما لي برودوي ليتيي، المواد اللي فيها الحليب كلها. غنحاولوا هاد لا سيمين غنحيدوهم ونحيدوا السكريات طبعا. غناخذوا غير السكر الطبيعي بحال التمر ولا العسل الحر، وغنحيدوا الكول طبعا بديهي. دونك هادشي كلشي خاص يتحيد عاد باش غنحاولوا نبداو ثلاث ايام ولكن اون سيمين سي كونسيي. واش فاش نهضروا على الديتوكس تنعنيو باننا غادي نخصوا في الجسم ديالنا، يعني غنفقدوا الوزن؟ واش سي اميغريسيون اوسي؟ بيان سور، هاد لا ديتوكس لو بيانفي نيميرو 1 هو غنعاونوا لا ديجيستيون، اون فا ريديماري
pour les enzymes digestives, on va aider, on va redémarrer une nouvelle digestion. Mm-hmm. Également, mm-hmm. nettoyer les intestins. Les jours, واضح هاد لا ديتوكس فعلا علاش سناخذوا هاد الفواكه وهاد لي جو لو ماتان سي كونسيي بور لي جون كي اون دي بروبليم دو كونستيباسيون سي الكبت الكبت سي كونسيي بور لي جون كي اون دي بروبليم دو بالونمون انتفاخ Et également pour les diabétiques, parce que فيهم الخضرة والفواكه. يعني ديتوكس منصوح بها عند الناس اللي فيهم السكر كل شيء. هايبرتونسيون طبعا خاصهم يتبعوا الأدوية ديالهم. ديابيتيك، كوليسترول اللي عنده الكوليسترول، كل شيء. هاد لا ديتوكس مصلوح هي لأي واحد. لأي واحد، يعني خاصنا نحيدوا هاد المواد كلها اللي تكلمتي عليها. واش خاصنا نضيفوا مواد أخرى؟ Oui, bien sûr. Il faut les acides gras, les ténacles saturés, les acides gras saturés, le cholestérol, il a que le bzaf, le sucre rapide. Donc, nettoyer. À un moment donné, il faut dire stop, on redémarre. Voilà. On va sentir un bienfait, on va sentir une différence. Voilà. Donc on va démarrer le matin par un jus. عصير. عصير. ديال اش هاد العصير؟ اللي غنقدمو. نقدمو لكم. شنو فيه هاد العصير؟ C'est un jus multivitaminé. و فيه دي فيبر الياف. تا هو غيعاون باش نهضمو هاد ال هاد ال. الشيء اللي كلينا ديما في الاخرى. Pour le transit. تا هو. Pour le transit, c'est très important. L'alief, on sait que les fibres sont très importantes pour le transit. Qu'est-ce que fait ce Rina? Alors, fait les pousses d'épinards. Donc, l'ouré katzri, on dit les épinards. Fait le khiar, concombre, le hamd, tfah, ou zriya de l'ktel. Ah, zriya de l'ktel dans l'asir. Et c'est quoi ce qu'on va faire? Oui. Ah, donc. هادشي كله غنطحنوا هادي مهمه هادشي في بيان سور لي فيتامين لي بينيفيس ديال لي فيتامين بوركوا دونز ان جو هاد لو جو راهي دوز ديريكتومون في الدم ديالنا اون فا بروفيتي دو لابسوربسيون ماكسيمال ديال لي فيتامين يعني غادي يمتص لينا الفيتامينات كلها اكزاكتومون وزريعه الكتان واش زريعه الكتان مزيانه للكبت القبط اللي عنده الكبت مزيانه باش نحيدوا لي غاز ايغالمون سا ابسورب لي غاز هاد الزريعه حتى هي غنطحنوها شويه عادي طحن مع هاد المواد كلها اوجوردي جو لا جو اون لا با في باسكو سي تكون محمره فاش كتطحن الا طحناها بحال هكذا الا ما طحناها بحال هكذا يعني ما غاديش تطحن هذاك الشيء علاش خليتوها هكذا لان واحد المره نبيل العياشي كان قال لنا زريت كتنكل كل الحبوب اللي فيها زيت من الاحسن ما تحمرش هذاك الشيء علاش هذه هذا الزريعه الكتان مهمه بور سا ريشيس ان اوميغا 3 هذا الشيء الدهنيات اسونسييل بحال لافوكا بحال القرقاع الفاكهه انا غادي ندوق العصير Il faut le remuer un petit peu parce que ça a été préparé à l'avance. Et là, il y a que ça a été fait et ça a été fait. On va voir les gens qui ont été fait. On va dire que c'est bon ou pas. Bismillah. Mounej. Très très. Allah, il a raison. Il y a un peu de temps avec le soir. غنفطروا بيه باش ما ناكلوش الخبز دابا هذا لو غلوتين اللي في الزريع ما غاديش ناكلو اون بو بريباري ايغالمون كوم فا فير لو شيف دي كيك سان غلوتين دو بان سان غلوتين افيك دو لا فارين دي كي نو كونتيان با دو بلي فوالا Vous avez des farines de riz, de maïs qui ne contiennent pas exactement. De l'ose, on peut dire. De l'ose. Un chat, pour ça. Moi, je suis intéressé à une autre chose. Je voulais dire une chose. Dernièrement, une femme américaine a dit que je voulais dire que je ne voulais pas trop bien. Est-ce que c'est un peu ça? Alors, je voulais dire que la quantité. Pour la quantité, ne pas dépasser une certaine quantité, ouais. parce que ça risque de faire effectivement des diarrhées après. Parce que trop de fibres, ça peut irriter aussi le côlon. L'équilibre. Donc, on part sur d'abord sur un programme petit déjeuner fait l'asser.
ما نشربوش لو كافي، لا كافيين حتى هي ايفيتي في هاد لا بيريود لا ديتوكس في هاد الاسبوع، لا كافيين ايفيتي. دونك اون فا بارتيغ سور لو تي. اتاي اتاي ممكن نشربوه؟ ممكن. اتاي مغربي؟ اتاي مغربي ولا تي فير حتى هو بلا سكر طبعا. وي بلا سكر. العسل ولا التمر. Le thé vert qui est connu pour ses propriétés antioxydantes, bien sûr. Ou l'acer également, il a des bienfaits. Il est anti-âge. Pour le teint, bonne mine. Vraiment, c'est anti-âge et bonne mine. Et un autre, le lhom, on a cru cette semaine le lhom ou le lhom? Lhom. Lhom. Là, il y a deux formules. Si vous avez fait des excès la semaine avant, c'est bien de faire une détox aussi vegan, ça veut dire végétarienne. On va éviter la viande. Où je mange nos Les salades qui contiennent également le fakia, vous avez les graines de tournesol, les graines de courge. Énormément. زرعة ديال القرعة، زرعة ديال نور الشمس، لي لانتي، العدس، لي بوا شيش، تو سكي بروتين فيجيتال. واضح. غنحيدو الانيمال. واضح. وهادشي مزيان بوغ لي ديابيتيك، بوغ لي بيرسون كي اون دي بروبليم ديبرتونسيون. وكل الناس اللي متبعين صباحية الدوزام اليوم، احنا في الاخر في الاول ديال السنة، وهي مناسبة تناخذوا فيها قرارات ودي ريزوليسيون، وما بين هاد القرارات اللي تجي بزاف هي اننا غادي نخصو من الوزن، نقيو الجسم ديالنا. فهذا عصير اللي نذكروا به فيه لي بوس ديال لي زيبينار صغار، الخيار الحامض والتفاح طحناهم مع شويه زريعه كتان، رائع لذيذ. ناخذوا كل صباح زدتي فيه الماء شويه، غير شويه باش نقدروا. لان التفاح اللي جابت في الماء، الخيار في الماء، الحامض فيه الماء. في الماء. إلانا شكرا لك. ميرسي. شكرا على تلبيه الدعوه. شكرا على هذه المعلومات بخصوص الديتوكس. ندعو كل شيء الناس انه يقوموا بهذا الديتوكس على الاقل لمده 3 ايام ياك. مينيموم 3 ايام، سيمانه يكون احسن. شكرا لك مره اخرى. نمشيو للحظه نطيبوا الوصفه اللي مقترح علينا الشيف هادي. اذا غادي نكملوا في اطار الديتوكس وتخليص الجسم من السموم مع وصفه مقترحه علينا الشيف الهادي، هي كاطو بلا غلوتين. ياك بلا غلوتين، واحد تحت الطلب ديال المشاهدين. بعد السلام عليكم، كنسلموا عليهم. هذا الكاطو هذا نقدروا نديروه باللوز او نديروه بالدقيق ديال سميتو الكورن ديال الذرة. هذه طريقه سهله اللي ما تحتاجش بزاف ديال الوقت. عندها 25 دقيقه ديال البريباراسيون، واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه ديال الطياب. هنا اول حاجه اللي تنحتاجو خصنا الزبده، واحد 200 غرام ديال الزبده. هذه الزبده كل حاجه كنحتاجو بها 200 غرام، لان كلشي المقادير ديال الحلويات اما متساويه اما تطلع، ماشي كلهم متساويه. يعني كاين لي غاطو اللي كيكونوا فيكتوريان مثلا، بحال مثلا لي غلوتون هادو نقدروا نمشيو فيهم دائما جوج جوج جوج، حتى اربع البيضات او ثلاثه البيضات. الا كانت البيضه مثلا توزن 50 غرام نديروا اربعه، الا كانت كتوزن 60 غرام نديروا ثلاثه. يعني هما تيمشيو جوج جوج واحد. هذه الطريقه هذه اللي سهله. او لو سوكر ديال هذا الكيك هذا هو الزبده، نخليوها ليله كامله على برا باش تكون دايبه، تنهزوها غير هي فيها واحد 10 حتى 15 دقيقه ديال الخدمه مع السكر. هكاك دونك 200 غرام ديال الزبده مع 200 غرام ديال السكر. 200 غرام ديال السكر. وهذا الكيكه هذه، يعني حنا تفكرنا في الناس اللي فيهم الجلوتين. علاش؟ لان كاين لان عندهم بزاف ديال الطلبات اللي تيجيو وبزاف ديال لان تكلمنا عليها هنا في صباحيه الدوزام. المواد اللي خاليه من الجلوتين تبقى مواد غاليه بزاف، صعيبه في اننا نلقاوها. تندربوا واحد 10 حتى 15 دقيقه حتى الحجم كيدوبلا. من بعد اشنو تندير هنا الطريقه كما درتي ملي كندير هكذا، كان اشنو تنمشي بالبيض، تنمشي وحده بوحده، ما يمكنليش نديرهم كلهم خطره وحده لان درتهم كلهم خطره. استعملتي ثلاثه البيضات. تستعملوا ثلاثه البيضات هنا، العبار ديالهم 60 غرام لان ما 180 غرام ولكن ما فيها باس. يعني خاصها تكون هنا تقريبا 200 غرام في 200 غرام يا في البيض كذا. كاين اللي كيتباع ذاك البيض اللي ديال الميزان، انا تنصحهم يديروا هذا البيض هذا لان تعطينا ذاك الحجم اللي تنبغيو. من بعد تنبقاو نجمعوها شويه بشويه. طبعا في البيوت ديالنا ناخذوا الوقت الكافي باش نضربوا هادشي، لان خصني نضرب مزيان، ما يمكنش نضربوه مثلا باليد او شي حاجه، كياخذ الوقت في الضرب مزيان. من بعد تنبقى نزيد الدقيق، يعني الدقيق ديال الذره
كنزيدوا شويه هذا دقيق الذره ديال الذره كنزيدوا شويه بشويه شحال حتى هو 200 حتى هو لا هو 100 غرام 100 غرام نص نص والمشاهده غادي يشوفوا المقادير على الشاشه تنديروا حتى هو 100 من بعد تناخذ اللوز حتى هو تنهز واحد شويه ديال 200 غرام وكيكون مطحون 200 غرام لوز واللي ما بغاش يدير اللوز مثلا يقد يدير زوينه باللوز يدير الذره او اللي مثلا بغاش يدير الحمص يطحن الحمص كل ما الطرق كيساعدوا بزاف على الكيكات وكيعطي لنا واحد المذاق هائل وهادو جربناهم ديال الذره كيجيو وصالين بعد ما تنطحنوا الذره مزيان هنا ملي تنطحنوه كي كنقول ديما خص واحد 10 حتى 15 دقيقة دونك هنايا كي كتجي العجينة بحال هكدا شنو تندير تناخد العجين ديالي بحال هكدا الشكل هذا كما شتا سميرة عقدة تجي عقدة دونك هنا شنو تندير تناخد جوج حامضات تندير فيهم لو زيست ديالو بحال الطريقة هذه جديدة باش كتعطيني سميتو وماذا بينا الحامض إلا بغينا يعطينا واحد النكهة زوينة وينقص من ديك لاسيديتي ديالو نورمالمون الحامض ملي تنطيبوه تيفابوغا ديك لاسيديتي ديالو دونك من الأحسن نخليوه في الثلاجة واحد الليلة كاملة تيجي لنا رطب إلا شتي درتي يديك هاكي كيجي رطب كيعطينا لو جو ديالو لو جو كيجي مزيان وحتى هذيك لاسيديتي ما تتبقاش بزاف وكيجي متواتي مع سميتو مع الكيكه تنديروا جوج بحال هذا الشكل هذا بحال الطريقه هذه تتنساليهم كاملين تجي من السما مزيان مع فيها اللوز تتجي من السما غزاله وابغي تنخلطوا بحال هذا الشكل هذا كنهز واحد التين ديالي واحد المول بحال هذا الشكل هذا تندير ليه كاغط بحال الطريقه هذه لان ملي غادي نحيدوها هذا غادي يلصق لينا لتحت ما نقدرش نحيدوه بها غادي نقطعوا الكيكه ديالنا دونك نحطوا هنايا بحال الطريقه هذه وتطلع الكيكه واخا هذه نورمالمون ما غاديش تطلع غادي تجيكم قد هكذا واحد 5 حتى 10 سنتيمات والناس اللي ما فيهمش الجلوتون ما تبيهم يزيدوا واحد جوج الخميره ديال الحلوه جوج باكيات الخميره ديال الحلوه على حسب 7 غرام الناس اللي ما عندهمش الحساسيه اللي ما فيهمش الحساسيه ديروا جوج كتعطينا واحد 14 غرام ولكن الغرض حنا خصنا نعطيو لمقادير الناس اللي طلبوا الوصفه في صباحية الدوزام هي بحال الطريقه هذه حنا ديجا عطينا بزاف ديال الاطباق ويحصل لنا الشرف ان عطينا اطباق ديال الجلوتون ديال الفيجيتاريان ديال الفيجيتاليان عطينا الناس ديال السكر الناس ديال الكوليسترول تبارك الله هادو كاع وصفات عطيناهم دونك نحطوها هكذا تنستفوها بحال الطريقه هذه تنخلوها هكذا هي غادي تطلع واحد 5 حتى 10 سنتيمتر بركه بحال هكذا هنايا شنو تنديرو خصنا نهزوها تندربوها هكذا واحد جوج دقائق لهاد الدقائق بحال هاد الشكل هذا وتنديروها في الفران واحد الدرجه ديال 175 لمده 25 دقيقه واضح تتخليوها طيب ان فوا تطيب لينا شنو تنشدو حنا ديجا العصير ديال هذا تنعصروه تنديروا لو سيروب بالحامض حنا نوريهم الشكل النهائي تدخل لينا بحال هاد الشكل هذا دونك شتي هذا وملي تنقطعوها ملي كطيب كنهزوا هاد السيرو هذا حتى تكون خصها تكون سخونه وتنفرغوا عليها باش تشرب هذاك السيرو باش تشرب داك السيروب السيرو طيبناه ولا غير هكا هذا انا تنعطيكم واحد الطريقه سهله تناخذوا مثلا كاس ديال العنبه صغير تنعمروه بالماء سخون وتنديروا فيه نص كاس ديال العنبه ديال السكر تنبقاو نخلطوا ابري تنشدوا الحامض وتبقاو نعصروا صافي وكاين واحد الحاجه اخرى بحال مثلا دوك بارفوا تيديروا هذه حتى في لي سيترون طارت لي طارت دو سيترون لي سيترون دو طارت نجم بالمناسبه نهضروا عليها لان نورمالمون كنديروا ذاك الكاس ديك القالب ديال باش كنديروه بالعجينه وداك الشيء نورمالمون كيشدوا لها في بات باتيسري كيديروا فيها الحامض وكيقول لك ستين طارت دو سيترون هذيك غلط حنا في المستقبل ان شاء الله غادي نوريها نصوبوا لا فغي طارت دو سيترون ان شاء الله تنقطعوا بحال هذا الشكل هذا باش تشوفيه كيجي غزال خفيفه وهشيشه لداخل كتعطي واحد المنظر هائل بحال الطريقه هذه كتجي غزاله الصحه والراحه نتمنوا بان الناس اللي طلبوا الوصفه سون غلوتين يكونوا في المشاهده تيشاهدونا اليوم في صباحيه دوزام شكرا لك شيف هادي على الوصفه ديال اليوم نمشيو نمروا للحلقه الفقره المواليه دائما صباحيه اليوم خليكم معنا ما عرفتش واش ليلى سمعتني ليلى عاودي شنو قلتي اختي شنو كتقولي صباح الخير ليلى صباح زوينين زوينين اليوم كلشي السيدات انا متاكده
عطينا لاتونسيون ديالهم كامله. غادي نحاول نفرحوا السيدات يتمتعوا بالعين ويشوفوا شنو كاين في الجديد في المجوهرات اللي ما شريت نزه ويكون عنده افكره. دونك صباح الخير عليك سميره. صباح الخير عليكم مشاهدينا. اذا اليوم كيف قلت لكم غادي نتكلموا على المجوهرات اللي ديرنيغ طوندونس لا في البلجي ولا في الرومي. ومعنا امل منى. مرحبا بك معنا في صباحيه زوزو. صباح الخير امل منى اللي هي كتمثل الشركه اللي غادي نتكلموا عليها هذا النهار. شنو هو الطابع الخاص ديال هاد لا ميزون ديالكم؟ لا ميزون عندها طابع مزدوج. هو هاد الثقافه الغربيه بطابع مغربي بنظره مغربيه كيف ما غنشاهدوا الان في عند العريضات الازياء اللي كنشوفوا لابسه يعني حلقات وكولي وبراسلي حتى هما بطريقه كيف قلتي مودرن وفي نفس الوقت مغربيه. دونك داك النقش اللي تنشاهدوا في دك دك انت تقول له النقش بس كيجيني بحال منقوش دك فوالا. شنو هي الحاجه اللي زايده في هاد لي بيجو اللي ما تلقاوش عند الاخرين؟ لي بيجو ديالنا كلهم صناعين بليد، يعني سي دي زور دو ترافاي كيكونوا المعلمين كيخدموا. هو كيكون مجموع من لي كور دو ميتي كنسميوهم كل المهن. فوالا كل المهن اللي كيتدخلوا من الذهيبي اللي هو كيصنع الهيكل، لو سيرتيسور اللي هو تيعمل الاحجار، فوالا كيكونوا بزاف المختصين. هادو المراحل يعني اللي كيختاروا فوالا كل بيير كتختار باش تواتي الهيكل الجينيرال ديال لو بيجو. وشنو هي يعني الخاصيه ديالكم مثلا؟ انا تنقول علاش غنجي عندكم مثلا وما نمشيش عند حدا اخرين؟ اولا حنا عندنا ليكسبيرتيز، يعني دي اكسبيرتيز في الحجر، ليكسبيرتيز في الخبره في لو ديسان. كيكون كل بيجو كيكون استثنائي وفريد، يعني ما كنلقاوش وحنايا عندنا دي موديل كي سون ديبوزي، سي دي ديسان كي سون ديبوزي اللي ما كتلقاوهمش ايوغ. وفي نفس الوقت كتكون يعني السيده كتلبس مجوهرات ما كتكونش تتلقاهم عند حدا اخرين، يعني كتكون فريده من نوعها. وقلتي لي قبيله بانك تتصوبوا يعني غير واحد دي بياس، يعني ماشي بزاف، ما تتخرجوش بزاف ديال نفس الموديل. نفس الموديل كيكونوا دي سيري ليميتي، كل كوليكسيون كتكون كنصوبوا ليها دي كوليي، دي بوكل دوغاي، دي باغ اللي كيكونوا دي بياس ليميتي. فوالا دونك غادي نشاهدوا هذا الطاقم كله بالالماز اللي هو يعني كنعرفوا بان تتبقى اون بياس اللي ما تتقدامش وما تتبقى دائما على الموضه. تكلمي لنا على هذه الاحجار باسكو تنعرف بان قالوا لك بان كاينين بزاف ديال لي كاليتي ديال الاحجار. كاينين الاحجار اللي تيكونوا شويه تكلمي تكمل سميره. لا المختصه باش تسلمنا عندك الخبره على حسب لي ديفو اللي كاين في وي سي فري كيكونوا في لي ديامون سورتو كتكون ديفيرونت كاليتي كيكونوا معروفين سورتو لا كولور ولا بيورتي. حنا كنستعملوا لي ميور كاليتي دو كولور اي دو بيورتي. تجيبوا لي ديامون ديالكم كيكون سي لي بروبريتير هما اللي عندهم لور فورنيسور كيكونوا اكزاكتومون انفيرس كياخذوا لا ميور كاليتي اللي كتكون سور المارشي في السوق. وشنو مصايحات الموضة اللي كاينين دابا في المجوهرات؟ واش نركزوا على الذهب الاصفر ولا الذهب الابيض؟ اليوم لي نوفيل توندونس هما اكثريه الذهب الابيض والوردي وكيتدخلوا ايضا مواد جديده بحال السيراميك اللي كيتستعملوا في لا اوت جوايري، وطبعا الذهب الصفر اللي كيتدخل في لو بيجو تراديسيونيل ماروكان اللي هو تيكون موجود اللي كنلقاو الكثير هو الذهب الابيض الصفر و قبلدي تيبقى بلدي اكزاكتومون تيبقى بلدي. وكنشاهدوا في هذا الطقم هذا ديال الحلقات يعني كنلقاو واحد لو كوتي ماروكان في نفس الوقت صحيح. يعني رومي و اون ميم طون تقدر السيده تلبسو
مع اللبسه المغربيه كيف ما تقدر تلبسها مع كسوه بحال انا اللي لابسه مثلا يعني هذه الحلقه اللي كنت نشهدوا نقدروا نلبسوها مع شي قفطان كيف ما قدروا يلبسوها مع كسوه عاديه وتكون سيده هذه ليلى اللي تديرها بوحدها لا 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 تقدر حتى تديرها وانت ما جات زوينه اختي انت شي جولي دونك شحال الوقت كتستغرق البيجو ديالكم في الوقت باش يتصوب على حسب يمكن لو موديل على حسب لا كومبلكسيتي ديال شاك موديل بور لي بيس صغار بحال لي باك لي بوندونتيف كياخذ فيها المعلم دو جو حتى ثلاث ايام تديروا سور ميزور اوسي كنديروا دي كوموند سبيسيفيك ديال سيغتان كليونت اللي تيبغيو شي حاجه اللي هما كتمثل اكثر نفسيتهم وطبعهم كنصوبوا ليهم دي بيس سور كوموند اي سور ميزور هادي جديده يعني هكاك لابغوش لابغوش سور الرومي سور الرومي سي جولي تخوف سي جولي خصنا غير زعما ياك سامي الموضه زعما دونك شي كيما تنشوفوا انا عجبتني هذه القضيه هذه ديال لي بوكل دوغي فيها كلهم احجار وفي نفس الوقت الاحجار تيبقاو مع بزاف ديال الالوان تقدري تلبسيهم باسكو سي دي كولور توندونس والفكرون تا هو اللي جولي تعجبتك لاباك ديالك انا مصباح وانا متبعه يديك تكلمي لنا على هذا لاباك ديال ليلى الوغ لاباك اللي كنلبسها ليلى سي اون ايمرود دو كراند كاليتي هنايا فيها علين شي 4 كارا واو صافيا اكزاكتومون صافيا كنشوفوها من اللون ديالها الاخضر لامع وهي راكبه على دي ديامون سوغ لي كوتي كيتسماو دي تاي باغيت لي باغيت اي سون بلو شير كو دوك لي ديامون كندويو سورتو على لا كاليتي ديال لو ديامون لا كاليتي كتكون عندها واحد لو كو سي فري وفيها حتى لارجونتي يعني لور بلون كنشاهدوا هنايا وكاين لور جون لور جون سي مونتور دي غريف كيتسموا لي غريف اون اور جون ولا مونتور اون اور بلون دونك اون روتروف كنلقاو هنا لو ديو دور هنا كاين في لي غريف اللي كاين لور جون واللي باغي يتزوج يا با ميو يا با ميو دونك نشوفوا العريضه اللي لابسه تا واحد طاقم واحد اخر سي مودرن تا هو كله بالذهب الابيض Alors là, la mannequin a une parure qu'on propose pour les mariages, les bijoux de mariage. C'est une parure très légère et en même temps très moderne, que qu'on le prend dans. Très classe. Exactement. Je voudrais savoir, par exemple, quelle est l'idée de l'impression de vous, la griffe de vous, pourquoi vous allez venir vous et vous allez venir vous autre تنظن انا نقدر لا سمحتي لي تنظن بان هذا التزاوج ما بين البلدي والرومي هما اللي مختصين به بوحديتهم دونك جاوبتي على لا كيسيون هو الطابع ديالنا انا كمستهلكه هو اصلا الطابع ديال لا ميزون ديالنا هو هذا الثقافه المزدوجه ديال المغربي والعصري تبارك الله عليك امل منى وشكرا اللي جيتينا وجيتينا بالجديد وكنتمنى بان المشاهدين والمشاهدات يكونوا استفدوا من هذا العرض هذا ديال هذا الصباح اكيد غيكونوا استفدوا شكرا لك واستمتعوا بالتاكيد شكرا لك ليلى بقي دائما جيب لنا بحال هذا العروض شكرا لك نمشيو للحظه للفقره المواليه خليكم معنا اذا مكوى صباح النور صباح الورد سميره صباح الخير جميع او فيها صباح يتزام اذا الغسول او لاغجي تنعرفوا الابيض الاخضر القهوي الملي تنعرفوهم هنا في المغرب كاين الجديد كاين الجديد بما اننا في 2016 دائما احنا تحت طلب وتحت يعني الخدمه ديال المشاهدين والمشاهدات ديالنا كنبحثوا لهم على الجديد هذه السنه كيف ما ذكرتي سميره جميع السيدات وهاد السنوات كلها وحنا تنتكلموا على الانواع ديال الطين السيدات تكلمنا لهم على المنافع ديال الطين الاخضر لارجيل فيرت كنحضرنا بها شامبوانات للشعر اللي تيكون دهني كنعرفوا الماسكات ديال الوجه كنعرفوا الغسول ديالنا البلدي حتى هو رجعوه ما بقاش هكاك حجر رجعتي تطحنوا بودغ كيكون سهل في الاستعمال كنعرفوا الطين الاحمر واللي كاين عندنا في النواحي ديال الاسفي واللي تيصوبوا به لا بوتري يعني الفخار وكنعرفوا دو لارجيل بلانش ولا الكاول هو اللي تتحضر منه لي دونتيفريس داكشي علاش تنشوفوا اللون ديال الابيض وتا يمكن حتى هو يتحضر من شامبوانات يمكن نحضروا به ماسكات كنعرفوا لارجيل بلانش عندها منافع كثيره على البشره انك تفتح اللون ديال البشره لارجيل بلانش ما عندناش في المغرب الوغ لارجيل فيرت والبلانش ما كايناش مي تبارك الله متواجده في لي بارفيمري باسمنا ابتداء من 20 درهم الجديده سميره هو هاد لارجيل طين هذه لونها طبيعي طبيعي سبحان الله هاد لارجيل اللون ديالها فيوليت لارجيل فيوليت بنفسجيه وكاينه لارجيل بلو وكاينه لارجيل روز شو سبحان الله الالوان اللي هي طبيعيه منين جايين هادو؟ الوغ جايين من اوروبا خصوصا من الجبال ديال الالب الوغ من لي مونتان اكتشفوا هاد الاحجار اللي في هاد اللون
وخرجوا منها يعني تطحنات وخرجت الطين واكتشفوا المنافع ديالها. يعني تقريبا هذه 10 سنوات والمختبرات دائما تتقلب وتتبحث على كل ما هو يعني عنده مفيد للبشره. دونك حنا هاد الانواع ديال الطين هذا الجديد الطين الازرق لمن تيصلح انا باغي يشوفوا السيدات متواجده وغيكون باثمنه جد مناسبه ابتداء من 35 درهم لا بواط. دونك يصلح البشره اللي تتكون تاغن السيدات او الرجال اللي تكون مدخنين بشرتها تكون نتاغن تكون فاتيغي. السيدات اللي كيكونوا ستريسي بزاف تيشوفوا بان بعض الاحيان البشره ديالهم تتكون شاحبه واللون ديالها متغير. ياخذوا هاد الانواع ديال الطين لانها كتعطي واحد لوكو ديكلا غابيدمون على البشره. لارجيل فيوليت تنعرفوا بان في الماكياج داك اللون الفيولي لمن تيصلح سميره لعقلتي الحمراء البشره اللي تتكون حتى هي فيها الزروقيه بزاف الوغ كنعرفوا في الماكياج الا بغينا نفتحوا لو تان كنديروا لا باز بري ماكياج تكون اللون ديالها فيوليت كتعطي واحد الاشراقه في البلاصه الفيولي اللي تتحطوا على البشره تتكون تيرن تعطي البياض. دونك حتى هي كتصلح لابو اللي تتكون تيرن. ولارجيل روز كتصلح البشره اللي تتكون حساسه بحال لابو دو بيبي خصوصا السيدات اللي كنا تكلمنا في حلقات سابقه ومع الدكتور على السيدات اللي عندهم كوبوز عندهم البشره بقوه ما حساسات فيها ديزيكلاتمون دي بليتيت فين تيبان لك دائما داير حموريه عندهم خصوصا في الانف في الخدود. دونك هذا النوع السيدات يمكن لهم يصلح لهم دو لارجيل غوز لانها غتعطي حتى هي المنافع ديالها وكدير بحال تتجبر البشره البشره تترجع غليظه كتصبر يعني يعني العوامل ديال الطقس بصفه عامه. واللي عنده هادشي كامل يخلطوا لارجيل كامل يمكننا نديروا فوالا يمكننا نديروا ان بيتي ميلانج. دونك حنا حسب النوع ديال البشره اللي عندنا ديال الموديل تنشوفوا بان البشره واخا جون ولكن عند البشره كي اللي ناشفه خصوصا مع هاد العوامل ديال البرد غنحضروا منها ماسك اللي غنصايبوه بلارجيل اللي هي بلو غناخذوا معلقه صغيره ديال لارجيل بلو وغادي ناخذ معاها الخرطه اللي انا طحنته هكذا بودغ ناخذوا حتى هي قياس معلقه صغيره وغادي ندير معاه شويه ديال الحليب بودره لان كنعرفوا الحليب حتى هو عنده منافع مغذي للبشره وغادي ندير معاه شويه ديال العسل الحر فوالا معلقه وغنخلط هادشي كله بالماء ورد من الاحسن يكون هكذا حور 100% ونشريو حتى هو من لي بارفيومري ولا لي فارماسي من ما بغينا. مهم تاكدوا من المصدر لان مالوغوزمون كيمكن له يكون غير دو لو ديستيلي ما يكون مكثر وكيزيدوا فيه زيوت ديال الاساس كيمكن له يحرق البشره سميره كنبغيو نداويها حنا تنحرقوها فوالا وغنخلطوا الماسك ديالنا بهذه الطريقه. سبحان الله على الارجيل هذه عرفتي اون ديغي دي بيغمون سبحان الله العظيم باش تعرف كلشي كاين في الطبيعه خاص غير انسان يقلب فوالا. والحمد لله المغرب ما بقيتيش انك تحتاج انك تسافر على برا خارج المغرب باش يمكن لك تشري بحال هذه المواد شحال وغاليه. دونك كلشي في بلادنا ولا موجود باثمنه جد مناسبه خاص غير السيدات توصلهم المعلومه حنا لهذا الغرض حنا قلبنا وبحثنا لهم وجبنا لهم الجديد وباثمنه يعني جد مناسبه. والسيده نحطوا الماسك دائما الانواع نمشي نشوفك من الهي يلا تفضل. دائما نوصل السيدات بان الانواع ديال الطين من الاحسن السيده ما ديروش الكونتور دي زيو لان تينشف شويه البشره. دونك غادي نديروه دائما نبداو من العنق ما ينساوش السيدات العنق ديالهم باش يمكن لهم يكون دائما نفس اللون في البشره في الوجه اللي في العنق. وكنشوفوا بان هاد الخرطال انا ما طحنتوش بزاف ولا بحال الطحين خليته شويه غليظ باش منين بغي نمسح الماسك ديالي غادي يدير ليا داك لي في بحال غوماج. دونك سي ان ماسك او ميم طون غوماج للبشره اللي تكون هكا جافه. درنا فيه العسل درنا فيه الخرطال الحليب يعني غادي يكون مغذي 100% للبشره. وكنخليوه طون دو بوز على السيده تخليه حسب النوع ديال البشره ديالها كانت جافه بزاف يمكننا نخليوه 10 ديال الدقائق والا كانت يعني لابو ميكست يمكن لي نمشي معاه حتى ل 20 30 دقيقه وفيه كل مواد اللي هي طبيعيه. العسل غادي يبان للسيده بانها تيجبد لها البشره ديالها المنافع والفيتامينات اللي في العسل غادي تدخل للبشره. الحليب مرطب الخرطال مرطب والطين على المنافع اللي تكلمنا عليها من قبل. وخلاص الماء ورد اللي هو كنعرفوه بان غافريشيسون كيبرد الا كانت الحموريه يعني المنافع كلها ديال الماء ورد اللي تعرفوا السيدات وبالصحه والراحه. فوالا
سميرة اللون غير يكفي أن السيدات يشوفوا هذا اللون في الوجه ديالهم كيرتاحوا. كنعرفوا بأن اللون الأزرق السيدات إذا كانت ستريسي يمكن لها تلبس غير اللباس ديالها غير شيك سوا ولا تريكو في اللون الأزرق كترتاح النفسية ديالها أو لا تشوف الماء أزرق أو لا تمشي لسبا أو قبالة البحر. يعني بعض الألوان حتى هي كتدخل في العلاج ديال النفسية ديال السيدات. فوالا نديرو اون كوش غليظة ما تكونش رقيقة بزاف لأن البشرة تنشوفوها بأن دغيا تتشرب لينا الماسك. غنشوفو هنا بأن دغيا شربت لنا غيمكن لي نعاود نزيد نحط نوطخ كوش. تحاول السيدة ترتاح ما تهدرش باش الماسك تيدير داك ليفي ليفطون ديالو. فوالا أنا نعاود نرجع هنا ندير طبقة واحدة أخرى لأن شرب ليا دغيا. هنا تنعرفوا بان البشره راها فريمون محتاجه وجافه بزاف مني في جوج او ثلاثه دقائق شربت لنا الكميه. فوالا غنرجعوا هنا. انا متاكده غيزلان الامهات فاش غيصوبوا هذا الماسك في الدار ديالهم وليداتهم غيعيطوا لهم لي شتخوم نفس البلوي لا وي فوالا على الراحه. شكرا لك بزاف على خليك سميره هذه الجوله على السوق في السوق المغربيه والجديد في عالم الماسكات او لي زارجيل. شكرا لك غزل المكوار. اللحظه غادي نمشيو نستقبلوا ضيف ليلى شوي فقره نجوم ونجوم. الضيف ديالنا هو مخرج سينمائي غادي تقدميه لنا ليلى بمناسبه صدور الفيلم ديالو في القاعات السينمائيه هاد الايام هذه. اكيد سميره اول عرض ديالو بالقاعات السينمائيه المغربيه اذا مسافه ميل غادي نتكلموا عليه. وقبل ما ندخلوا مباشره في الموضوع اولا كنرحب بالضيف ديالنا. مرحبا بك سي سعيد خلاف. نهار كبير هذا الصباح يلتزم. مرحبا سيدي. نهار كبير هذا. اذا انت مخرج مغربي مقيم ما بين المغرب وكندا كتبتي مجموعه من السيناريوهات لعده افلام مغربيه تلفزيونيه منها للمخرج عبد الكريم الدرقاوي وكذلك لمحمد الكغار. اليوم حنا ندخلوا كما قلت لك مباشره غادي نتكلموا على مسافه ميل. كيفاش دازت لافون بروميير؟ دازت مزيان سوبر. كنت كنتي مخلع واحد شويه. كنت راضي؟ راضي على العمل ديالك؟ راضي على النتيجه راضي على لا رياكسيون ديال الناس وهذا كان شرف ليا أن نتلقى واحد الفيدباك جميل من عند النقاد والجمهور وكانت ليلة رائعة. إذا بغينا نعرفوا أولا العنوان ديال الفيلم مسافة ميل. شنو كتعني مسافة ميل؟ هو العنوان الكامل مسافة ميل بحذائي. خديتها من واحد القولة من اللغة الإنجليزية لقيت فيها المعنى ديال الفيلم عندي أو الرسالة اللي بغيت نقول من خلال هذا الفيلم. أنت لا تعرفني حتى تقطع مسافة ميل بحذائي. المقصود منها ان ما يمكنش تحكم على شي انسان لمجرد انك تلقى به ولا نهار ولا جوج. انه خصك تعرف الظروف اللي مر منها اللي هي مسافه ميل وتكون لابس الحذاء ديالو باش تكون داك الشخص عاد ممكن تكون عندك فرصه تحكم على هذا الانسان وتقول شكون هو. اذا القصه واش كتحكي نفس هذه القصه اللي عاودتي لينا على العنوان ولا كاينه قصه اخرى اللي غادي نلمسوها من خلال مشاهده الفيلم؟ ما كايناش قصه واحده كاينه قصص متعدده متوازيه في الفيلم وكل قصة دائما مكتوبة في هذا القالب ديال انك ما يمكنش تعرف هذا الانسان حتى تعيش الظروف ديالو. كنوريك الظروف اللي عاش منها عاد في اخر الفيلم كتقولي هذا انسان. الحكم اللي عطيته في بداية الفيلم ماشي هو الحكم اللي لقيته في نهاية الفيلم. اذا الممثلين كانوا ممثلين نجوم مغاربة. شفنا في لافيش ديال الفيلم كاين سعيد امين ناجي عفوا امين الناجي. شكون هما الممثلين الاخرين اللي كاينين في أمين ناجي ونفيسة بن شيدة عجيل عبد الإله والزوجة ديالو زهرة نجوم شاكري عبد الإله وراوية محمد عياد مريم باكوش سناء بحاج حميم صام محمد ومحمد نعيمان. إذا الفيلم حاليا معروض بالقاعات السينمائية المغربية ياك ولا لا؟ أيه. علاش اختاريتي أمين ناجي في هذا الدور الرئيسي؟ بالنسبه لي انا كمخرج ما اختاريتش امين ناجي. امين ناجي اللي فرض راسه عليا من خلال الاعمال ديالو شكون هو ونوع التمثيل ديالو. هو اللي قال لي لو ما خديتينيش انا في هذا الدور انت اللي غتكون خاسر اكبر وكان الاختيار ديالي في محله. صحيح ان ما عرفوش متفقه معايا سميره بان الافلام المغربيه وهذا غير رايي عندي انا يعني كتوجه اكثر للتحرش الجنسي للفقر المدقع يعني كنشوفوا اكثر ديال الافلام اللي ولات يعني
تقريبا في هذه السنوات الاخيره يعني كتوجه هذا التوجه ديالها، علاش ما عندناش مواضيع اخرى اللي نقدروا نطرقوا لها؟ شنو رايك انت؟ كل مخرج عنده واحد القناعات معينه كينطلق منها في اختيار المواضيع. بالنسبه لي انا التعريف ديال الانسان المخرج او الاخراج هو متابه صوت كيحاول يوصل واحد القضايا معينه الناس اللي بدهم القرار. اختيار موضوع اطفال الشوارع ما اختاريتوش، تفرض عليا. كان واحد الحادثه لقيت راسي في واحد الموقف مع اطفال ديال الشوارع المشردين في نفس هذاك النهار اللي هو 13 ماي 2003 اللي هو كنا كنعرفوه نهار يعني كحل في تاريخ المغرب، انفجارات ديال الدار البيضاء 16 ماي. شكرا سميره. وبهذيك الليله وقعوا دوك الانفجارات. انا ديك الساعه كنت كنكتب للمسرح وكنت ممثل على خشبه المسرح، وميم طون كنت كان في مدرسه سينمائيه وكنت كنكتب للمسرح اكثر. لكن السؤال اللي طرحت على راسي في هذاك النهار هو هاد الاطفال ديال الشوارع الا ما اهتميناش بهم اشنو غيوليو منين غادي يكبروا؟ خطر على المجتمع. عندهم ثلاثه الاختيارات، يا تجاره المخدرات او يتم الغسل الدين ديالهم بالدين ويمشيو ينفجروا كيف ما داروا هذوك الناس، او قطع الطرق. اذا انت اخذتي كالطفل المتشرد كقنبله يعني انها يمكن تفجر الانفجار في اي لحظه. في اي لحظه يعني لان الظروف اللي كيمر منها كتكون منه واحد الانسان كاره الوضعيه، حاقد على اي شيء ممكن تصدر منه اي رد فعل ضد المجتمع. انت تطلب منا اننا يعني نمشيو مسافه ميل باش نتفهموا الوضعيه ديال هاد الناس هادو. اكزاكتومون. على الفيلم كيقول لك في الاخير نعيشوا حياتهم شويه، نعيشوا حياتهم شويه، ان هذا الطفل المتشرد غتلقى فيه الفنان، غتلقى فيه ذاك الانسان اللي كيعرف معنى الحب، اللي كيعرف معنى الصداقه، اللي كيعرف معنى العطف، انه حتى هو انسان بحالنا بحاله، غير هو غير محظوظ انه تحط في واحد الظروف وداز من واحد مسافه ميل صعيبه شويه. اذا هذه هي القصه ديال الفيلم، غادي نشاهدوها من خلال المقتطفات ولا بوندانوس، المقتطفات اللي جبت لينا، غادي نشاهدوا ونرجعوا لكم للحوار ديالنا مع المخرج سعيد خلاف. مرحبا. تما كنلعس تما كنشرب تما كلشي تما. بغي غير نهضر. شي واحد نقول شي كلمه نقول اي حاجه بغيت غير ندوي. علاش بقيتي ساكت في المحكمه؟ سعيد خلاف تبارك الله عليك. هاد الفيلم لقى دعم يعني من المركز السينمائي ولا من جهات اخرى؟ لا، من المركز السينمائي في 2013 لاسيسيون ديال افريل. اول عمل ليك بالنسبه لك واش انت راضي عليه يعني من ناحيه يعني ما كانتش صعوبات من البدايه؟ ما كانش يعني عراقيل اللي واجهتك؟ لا الحمد لله. كاول مخرج يعني اول اخراج ليك في سينمائي؟ لا الحمد لله كنت محظوظ، حصلت على واحد طاقم تقني وفني جميل بزاف، ومرات خمس الاسابيع ديال التصوير مرات جميله بزاف. والجميل في هذا انه من بعد التصوير لقيت ان ديجا تكونت عندي واحد الريبيتاسيون في الميدان، الناس كاع اللي خدموا معايا مشاو فرحانين بهذيك الخدمه، وتا انا فرحان بهم وكنتمنى نعاود نخدم معاهم مره اخرى. شنو هي الرساله اللي تبغي توجهها لكل المشاهد الصباحيه دوزان باش يمشيو يشوفوا مسافه ميل؟ كنقول لهم بانهم غيشوفوا فيلم مغربي بواحد اللمسه جديده، بواحد الشكل جديد، لا في الموسيقى ولا في المونتاج ولا في التمثيل. ومن اجمل لي فيدباك اللي توصلت بهم من الناس ان قالوا لي ما عمرنا شفنا الممثلين المغاربه بهذا الشكل، وهذا فخر ليا خصوصا وهذه اول تجربه ليا في الميدان. الفرجه لكل العائله؟ لكل عائله، انني خديت الوالده ديالي وخواتاتي وبناتهم. اذا غدا غادي نتلاقاو معكم من جديد، وغتكون معنا السيده ضيفه شرف، غتكون معنا السيده سلمى بناني، غتكلم لنا على حياتها وعلى بزاف الحوايج غادي تكتشفوها معنا غدا ان شاء الله. شاف هذه محضر لنا كفته بالروز والفاصوليا او اللوبيا الحمراء، غزلان مقترحه لنا حمام زيت للشعر الجاف. الكل والمزيد صباحيه دوزان، نهاركم مبروك.